عايز يا عزيزي تعبر، عايز يا حبيبي تنتقل، هو دي الفكرة اللي عايز اقولها لك. عايز يا عزيزي تتحول ويكون فيه تغيير، عايز ممر آمن لإنقاذك لخلاصك. بص للفصح، طب ايه الفصح ده؟ كورنثوس الأولى أصحاح 5 عدد 7 و8، فصحنا أيضا هو المسيح، مسيح فصحنا، ولأنه فصحنا أي عبورنا أي أداة إنقاذنا أي أداة انتقالنا، فصحنا المسيح قد ذبح، وده اللي قاله في كورنثوس الأولى 5 وعدد 7. بص اسمعها بالضبط، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح على أجلنا. فالفصح ده كان أداة للعبور، أداة للانتقال، فرد أجنحة في لغة من اللغات، فرد أجنحة، فبينقلك من ناحية إلى ناحية، بينقلك من العالم، من العبودية، من السخرية، من الظلام، من القساوة، من الشهوات، من أي شيء إلى حرية. والحرية دي حرية المسيح يسوع، حرية الحق في المسيح يسوع وفي كلمة المسيح لكل المجد بواسطة روح الحق. ففصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، فقدر ذبيحة المسيح، قدر كفارة المسيح، قدر بدلية المسيح عشانك عزيزي.